السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير على خير، بصحة جيدة. نتمنى لكم البنات تدوزوا نهار زوين. المهم الغزالات ديالي اليوم انا راه جيت نقرا، انا راه مجتهدة. المهم قالوا لي البنات ديري لي فرح، حنا كنفطروا كنقعدوا، قلت لهم يكون غير خاطركم. المهم البنات جابت لنا المعلمة مسكينة، جابت لنا الغراف، شي ما عرفت شحال من غراف جابت لنا، شي 16 غراف، لا شي 16 غراف، كل واحد حطاتو لينا تما. المهم انا خديت هذا، ما كيعجبني داكشي، داكشي فيه كليبات، فيه نونوسات، هي كانت في الحوايج والله الا. المهم الغزاله تعجبني هاد الغريريف، انا هزيت هاد الغريريف. ايوا المهم البنات راه كيوجدوا في الكوزينه، نوريكم الكوزينه. البنات كيوجدوا لينا الفطور، هانتوما تبارك الله على لاله غيتا ولاله حنان. اه ماما اختي ها اللي كيعمر اتاي، ها اللي كيعمر القهوه. لاله حادقات حادقات، تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم. ها انتم لاله حنان غتعمر لينا اتاي، اتاي شراتو لينا المعلمه. ها انتم مسكينه مهليه فينا، ها التليليجه، ها انتم دايرين هنا الثلاجه، من بعد نجيبو الكونفيتير كما قلتي، زبيده. احنا راه جايين ناكلو ما جايينش نقراو، هذه يمكن ديال المعلمه، هذه دايره فيها المسائل ديالها. وهنا بلاكار في السكر، في هانتوما الملحه، اشي نهار نجيبو الطاجين نطيبو هنايا شي فخادو مع شي بويطيط. المهم الغزالات ديالي هانتوما كيف ما كتشوفو، حنا راه حنا ناضين، ها الصينيه وكلشي زعما الصراحة دايرين كلشي، راه اللي ما بغاش يقرا واللي ما بغاش ياكل. المهم الغزالات ديالي هانتوما كيف ما كتشوفو معايا، قرينا من 8:30 حتى العشرة ونص، 8:30 حتى العشرة ونص عندنا باوزة ساعة، غنجلسو البنات نفطرو نهضرو شوية، وعاوتاني نقراو من 10:30 ل 12، كنرتاحو واحد 5 دقايق 10 دقايق، وكنكملو حتى 12:30 البنات. المهم الحادقات ديالنا ها هما، ها الحادقات ديالنا راه كيوجدو لينا في الأتاي وفي القهوة. هادو هما الغرفات البنات اللي جابو، اللي جابت لينا المعلمة، فيهم الشكل والأنواع. أنا ديالي غسلتو، هادي اللي اختاريتي ديال نبضال. ميري كريسماس. ايوا غويته غويته المجتهده. المهم احنا دابا كنقراو داكشي اللي راه واعرين، اش غتخرجي؟ طبيبة ديال القلب. انا غنخرج طبيبة ديال المعدة، نداوي القلوب، بيضة صعيد. ديرها في السخاطة هادي والله إلا. المهم الغزالات راه حنا في الدمة. لاله حنان واش شفتك اختي تخشعتي لنا بعدك البريرين؟ جابت لينا مسكينة هذا، كيدار هنا اتاي وهنايا هذا الدجاج زوين. ما كتبوش اتاي لا صافي بارك، هذاك راه عاد درتي، هذاك راه كيطلق، هذا راه هذاك الاتاي الباكستاني واقيلا، نشم ريحته. المهم الغزالات ها هو، والله العظيم البنات الى هنا هنا المعلم كيجيب لك، المعلم كيجيب لك، يجيب لك اتاي، يجيب لنا، جبت لينا مسكينه كادوات دوك الغريرفات الله يرضي عليها، غنقرا وصافي يا ربي غنقرا. البنات كي جاتني الدره هكا، درت الدريره هكا ودرت هاد البيضه زعما هكا، زعما حيت لابسه البيض القوي. المهم الغزالات ديالي ها انتم نوريكم هنايا، ديك النهار كنت وريتكم، اللي بغى يجلس هنا كيجلس. ها انتم هنايا، هنايا هاد الفوتويات هنايا، وهنايا زعما الصراحة الله هاد الشيء منقي. بون ابيتيت. يا ليلى وصلت على نبي، الغزالات ديالي هانتوما كيف ما كتشوفوا حنايا دايرين باوزا، كناكلو كنهضرو، وحده كتنعاد الاخرى، هذه البلاصه فين كاينه، هذه فين كاينه. المهم كندوزو باوزا من ديك الشي ناشطين ماشطين. حنا سالينا، انا كنجمع في كتوباتي صافي، اللي خرج خرج، انا هي الاخيره، انتوما هاد الكتوبه انا مجتهده. واستفدت بزاف د الحوايج انا غادي نقولهم لكم، بالنسبه للناس اللي جداد يعني هنا ماشي غير كنقراو، كنقراو كتفهمنا بزاف د الحوايج حنا ما فاهمينهمش ما عارفينهمش، غنقولهم لكم حتى نتوما باش تستافدوا ان شاء الله. ها نتوما انا كنصايب هنا كتوباتي المهم البنات خليني نخرج غنهضر معكم ان شاء الله. هزيتوا البنات غرارفكم كيسانكم.
كاسي خلينا غسلتهم مسكينه واحد المره معانا. ها هو كاسي كتحكم الغرار فزهم لان كيجي واحد الجروب البنات في العشيه ما تعرفيش حد يكون فيه كورونا ولا قالت لك نجيب لكم الغرارف الكيشين وبقاو تشربوا فيهم وتديهم وتجيبوهم معاكم. راكم عارفين البنات كورونا كثرات عرفتوا فنارتي البنات عواش طراجلي مشى هزت الحوايج وتلف لي الفنايت فنيته طالبه على صاحبتي وفنيته دايره ما عندناش فين نديروها كما كتشوفوها. انا خرجت بغيت نوريكم واحد اللعيبات صيفطتهم ليا المهم وراتهم لي صاحبتي مشات ليدل الصباح اللي بغاهم راه تقدي تلقايهم ولكن كري كان الاختيارات نوريكم. هادو البنات ها نتوما كيف ما كتشوفوا ها هما عاد غنقول لكم شنو هما دايرين 5 أورو و99 ما دايرينش انا التصويره ديالهم كي كيداروا اييه ها هي قلت لها انا خذي لي وحدين ديال الرخامه البنات كتقطعي فوق منها الخيار تقطعي فوق منها اي حاجه ديال الجاج ومني كتسالي وكتنقي كوزينتك وكلشي كتسديها حتى هذه ما كتبقاش كديري وحده مع وحده وكيتسد وكيبقى هذا المنيضر فيها الثومه وفيها البصله هنايا غزاله وكانوا شكيلات اخرين شتي فاش كتسديها كتولي بحال هكا بحال هاد البوطه ما كتبقاش تبان. وقراده ديال الدجاج من الاحسن شوفوا البنات غزاله دايره بحال داك الجليج ديال المغرب زوينه البنات. وقلت لها انا خذي لي عفاك وحده 5 أورو و99 غلا على مسكين ولكن راه ثقيله الله خويتي الله 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 شفتوا كي كدير البنات بحال هكذا راها كاينه في ليدل كاينه اللي فيها الخضره وداك الشيء حاجه فيها الخضره بزاف شوفوا انا كاع الحاجه اللي فيها الضجيج بزاف كضرني في راسي ولا الحاجه الا كانت كلها مثلا بحال داري نهار مشيت لقيت كلشي بيض ضرتني في راسي وهرست بيت النعاس هرستو بداك اللون كراميل انا هكاك دايره سبحان الله العظيم وعجبني هذا اللون كانت قالت لي اختاري معايا قلت لها خذي هذا اللون كلاس زوين غزال وصافي دارت لي في الخبو قلت لها جيبي لي حتى انايا وحده زوينه وعرفتو ثقيله القراده ديال الخشب كتشريها كتبقى كلها مخبوشه بالموس عندك ديال الميكا كتبقى عاوتاني حتى هي فيها دوك الراياس وكيبقى القزبر لاصق كتبقى يحك كما تحك هذه ديال الجاج كتقطعي فوق منها وفي نفس الوقت ديكور وكتجي غزاله وما كتخبش ما حتى شي حاجه. مهم بالنسبه للبنات البنات عييت ثقيل هذا الزمر هذا. المهم انا غنمشي تمشي للدار البنات وغنكمل معكم الهضره لاني هزه هذه في يدي ثقيله وهزه صاكي عرفتوا سخفان اليوم عرفتوا واحد الشمس هاد الايامات كلها واحد الجو غزال. المهم نمشي للدار ونعطيكم المعلومات اللي عطاتنا الاستاذه هاد المعلمه هذه الله يعمر ليها الدار والله العظيم خصهم غير يقولوا اشهد ان لا اله الا الله. ماشي غير كنقراو كنقراو كتعطيك نصائح كتقول لك كيفاش ها شنو ها شنو كتعطيك واحد المعلومات اللي هي قيمه جدا اللي حنا بالنسبه لينا وحنا بالاخص حنا المغاربه دائما حلين بابنا دائما كنستقبلوا اي واحد وبصح وبالاخص حنا صحابين اسبانيا حنا صحابين اسبانيا حنا جايين في الحدود مع المغرب حنا السيستم ديالنا بحالنا بحال المغرب بابنا دائما محلوله وماشي بحال هنا صحابين الالمان صحابين الالمان داخلين سوق راسهم صحابين الالمان شادين تيقارهم تهضري معها برا تحكي معها برا والله يعاون. المهم ماشي ما كنعممش كاين بعض الناس اللي تلاقيناهم ومشينا عندهم للدار صراحة الله ولكن الاغلبيه كلها شد تيقارو تلاقي معاه في الزنقه والله يعاون. لهذا عطاتنا نصيحه انا عرفتهم انا دابا عاد عرفت علاش كل داخل سوق راسو لان داك الشيء كيمشي معهم اوتوماتيك. اوف سخفت البنات غنمشيو غنشرح لكم كيفاش وعلاش وباش حتى نتوما ما تبقاوش تقولوا صحابي الالمان صحابي الالمان والله داك الشيء راه كيمشي كيساري ليهم داك الشيء في الدم. قالتها لينا حتى المعلمه. المهم خليني ندخل للدار ونهضر معكم كملي يالي انا رجعت لعندكم. البنات كنت مشيت للدار الدار لقيتها مروانه عندي الخدامه في الدار كيصايبوا لي المسائل ديالي داك الشيء اللي وصلني وداك التخربيق ما قديت ندير لكم حتى حاجه في الدار. مهم على اين دابا انا غادي نمشي نجيب بنتي من الكينداغارتن. مهم بغيت نفيدكم بشي حوايج قالتهم لينا وغنكمل لكم على الموضوع. قالتهم لينا المعلمه ديالنا اللي كتقرينا قالت لينا بحال وحده سولتها قالت لها راه جاو عندي صحابي الانتخابات وداك الشيء كيدقوا عليا في الدار قالت لها وقلت لهم بيتي شون حنا شوفوا سبحان الله حنايا العرب
بالاخص صحابين اسبانيا، حتى راه صحابين اسبانيا عايشين ديك العيشه ديال المغرب، حتى سبنيول بحالنا كتهضري معاك يقول لك دخلي يا الهزيد، حنا هكاك حنا جينا هكاك، حنا اوتوماتيك هكاك دايرين. هنا في المانيا لا، هنا في المانيا حدك مع الزنقه، وماشي كلشي ما كنعممش. انا قلت لك دخلت لعند ناس وما كنعرفهمش كاع، الله يعمر لهم الدار، هنا الناس ديال المانيا ودخلت عندهم الدار، ولكن الاغلبيه والاكثريه السلام لاباس كي دايره الله يعاونك، تلاقاي معاه في الزنقه الله يعاون. هما هكاك السيستيم ديالهم، هما هكاك دايرين، طلعوا مع هاد الدويتش هكاك دايرين، حنايا طلعنا مع اسبانيول، وحنا اصلا المغاربه الضيافه وغازيدي. والله لا انا براسي دق عليا شي حد يلا دخل زيد زيد مرحبا، يا كان مغربيه كانت بمرايا كانت فهمتوا، قالت لينا ما تبقاوش تدخلوا اي واحد، قالت لنا جات شي وحده هكا دوك البوست، قالت لي ما تدخليهاش برا، قالت لي والا كانت عندكم ديك السنسله اللي في الباب، قالت لي ديروا ديك السنسله وما تحلوش الباب كامله. قالت لي جا عندك شي حد بلا تيرمين مثلا، بحال مثلا دوغيفو، بحال مثلا اي شركه كانت، ويقول لك انا غادي نجي وغندخل بلا تيرمين. قالت لي قولي له ناين، دير تيرمين عاد ديك الساعات اجي دخل عندي للدار، انا ما تجيش عندي غير تجي ودق ودخل ناين. قالت لك حتى من البوليسي يجي يبقى يتنفخ عليك يقول لك انا بوليسي وانا كذا وانا كذا وغندخل لدارك. قالت لي قولي له فين الاوتوريزاسيون، عطيني الاوتوريزاسيون اللي كتخليك انك تجي وتدخل لداري. قالت لي ما تحلولوش الباب، هضروا معاه غير من ديك السنسله، ما عندكم السنسله، قالت لي هضروا معاه من الباب وما تحلوش الباب كامله. فهمتوا البنات، انا كنقولها للناس نتاع اسبانيا الطاليان فرنسا بلجيكا، كل من الناس اللي جاوا هنا وما عارفينش السيستيم. هاد المعلومه انا تزتني في الراس صراحه، هاد الله ما نكذبوش، حنا اللي كيجيك ندخل. وحاجه وحده اخرى غنزيدها لكم في الراس، ما تدخلوش اي واحد ما كتعرفوش يقول لكم انا يا جاي من هاد الشركه انا جاي من هاد الشركه، راه حيت شحال هذه كانت واحد العصابه اللي كدور وكتدخل للدور وكتقول لهم انا يا راه حنا من هاد الشركه، وكيبقى عاطيك بالهضره والكلام، وفي الاخر كيشوف مزيان الدار كي دايره وهذه، وكيجي كيفرعها عليك. هنا راه ما كاينش الامان بزاف بحال اسبانيا، هنا راه ما كاينش الامان، هنا الدار يفرعوها عليك بالنهار ما كيخافوش. لهذا انا هاد المعلومه اللي قالت لي انا نوعدتكم قلت لكم اي حاجه استفدت منها غنقولها لي. هنايا عند هاد سميتو التركي ديالي، شوف ديري لهم هالو الخايبه. المهم الغزالات انا هبطي هبطي بنتي هبطي، ما قداش ندفع هبطي. جيت هنا البلاصه عند هاد التركي هذه، هذا ناخذ شي حاجه ديال شي حاجه اللي غير كتقلى لان البنات ما نقدرش نطيب. شنو بغيتي عصير؟ يلا خدها ماما، قلت لك ما نقدرش نطيب في الكوكوط ولا شي حاجه لان عندي واحد البوطه، المهم ما يصلحش فيها الطياب، تخافي تطيح ولا شي حاجه، كنجيب غير داكشي ديال اللي كيتقلى وصافي. المهم بنتي قالت لك بغيت عصير، يلا شنو بغيتي؟ هذاك بغيتي تشربي؟ مومنت انتي عاد جايه عطشانه يا البنات. المهم الغزالات اللي تنحليها الزيتون، غنوريكم واحد الزيتون اللي خطير جدا، هاد الزيتون بعدا اللي الغلاقه ديالو حمراء، واحد الزيتون اللي هو واعر 2.49 غزال بحال الزيتون ديال المغرب، شي داك الزيتون البلدي اللي كيرقدوه، ماشي مار واعر بنين البنات. عندكم هاد الزيتون هذا، وعندكم واحد الزيتون واحد اخر، هادو حتى هادو زوينين، عندهم الزيتون الكحل كامل زوين كامل طوب. هزي مامي هذيك، هزي عندهم الزيتون الكحل كله زوين، لا هادو اللي في هاد العلب هادو، لا هادوك اللي في هادوك السيئه دوك الشكيرات، اي وحده توحشات الزيتون ديال المغرب راه تواركه كيبيعوا الزيتون الكحل خطير. عندكم عاوتاني هاد الزيتون هذا حتى هو زوين، عندهم الزيتون بحال الكفته، هذه الكفته اللي مخلطه بالشحمه عند بركه دائما كيرخصها على المحلات الاخرين كاملين، دايرها 3.99 هذه فيها الشحمه، واللي ما فيهاش الشحمه البنات هي 4.99. ها انتم كيف ما كتشوفوا بركه شويه مطيحه على الاخرين، ها انتم
المهم الغزالات ديالي غنشوف اش غناخذ. غناخذ واقيلا واحد الكيلو ديال الكفته ديالي. هنايا جيت للدار صافي، جيت تكاو تكنيك، عييت الميكا كتحطيتو مع البنات في الكوزينه. عندي شويه دروينه، عندي الخدامه هنا في الدار، رانا كاو البنات. المهم الغزالات ديالي هذه هي المراه المحاربه، تخدم برا والداخل. الجره جري 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 عليا جري عليك، سبحان الله هاد البلاد هذه ما كايناش جراوات فيها. المهم الغزالات ديالي هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. هاد هما النصائح اللي قلت لكم اللي عطاتنا المعلمه. هذه هي هذا هو النهار ديالي هكا دوزت، راكم شفتوه معايا. دابا ما تبقى ما وراء الكاميرا، غادي ندير انت تلعب وغادي نجي نحفظ ونقرا شويه. صافي البنات، هادشي اللي كاين. نتمنى الفيديو يكون عجبكم ونال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش بارطاجيو مع حبايبكم وصحابكم. شوفوا هاد السبرديله، كنحيد بنتي السبرديله عجبتها. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو باش تكبر العائله ديالنا. ما تبخلوش عليا بالبارطاج، لايكاتكم كومونتيراتكم الزوينه. خليكم الغزاله حتى الفيديو جديد ان شاء الله. وموح عليكم.